اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الصائمين ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حيث أن الكثير من الناس في ذمته صيام قضاء شهر رمضان للسنين السابقة، وقد جاءه شهر رمضان الحالي، ماذا يفعل لتلك السنين السابقة؟ ماذا يفعل؟ هل يتضاعف عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء للسنين السابقة قبل حلول شهر رمضان الآن الحالي؟ طبعا لا يجب عليه المباشرة بالقضاء للسنين السابقة قبل حلول شهر رمضان الحالي، بل يجوز تأخير شهر رمضان قضاءه للسنة المقبلة، بشرط أن لا يعد تهاونا ولا تماطلا في أداء الواجب. طبعا كل ما بالأمر إنما يستقر عليه الفدية، فدية التأخير. إذن لا يتضاعف القضاء بل هو يوم بيوم، هذا أولا. والأمر الآخر، تستقر في ذمته الفدية. يعني شنو الفدية؟ يعني يجب على المكلف إذا أخر الصيام عن شهر رمضان الحالي إلى شهر رمضان آخر، تستقر عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام، طحين مثلا يدفعها إلى الفقير، حتى وإن كان أكثر من فقير ممكن أنه يسلم كل فقير 3/4 الكيلو من الطعام، وهذه تعتبر بمثابة الفدية، فلا كفارة عليه. فإذا هو فقط يجب عليه القضاء يوما بيوم، وكذلك تستقر في ذمته الفدية لا غير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم ببركة محمد وآل محمد.